أصدقاء موقعنا مغرب المستقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حوارات قصيرة على هامش ملتقى الملتقطات الدولي الثاني للتنمية المحلية. في أول هذه الحوارات القصيرة نلتقي بفنان شاب، فنان تشكيلي، هو الأستاذ مصطفى الزوين. هو يعرض بعض لوحاته على هامش هذا الملتقى، من هذه اللوحة الجميلة، وطبعا هذا شيء معبر، لوحة معبرة. سنطلب منه فيما بعد أن يقول لنا فكرة عن ما ترمي إليه هذه اللوحة بهذه الجمالية الفنية. سيدي مصطفى، أستاذ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم. مرحبا بكم في مغرب المستقبل. لا نعم. طيب نترك أولا تعرف بنفسك وبشيء من مسيرتك الفنية، ثم بعد ذلك سنرى ما يمكن أن نطرحه عليك من أسئلة نود أن تجيب عنها باختصار. تفضل سيدي أستاذ مصطفى. اسم مصطفى الزوين، من مدينة تازة، فنان تشكيلي. أقطن حاليا بمدينة تازة، من مواليد 1960 بمدينة الدار البيضاء. نعم. جمعت ما بين كازا وتازة. تمام. جميل. جميل جدا. اللوحات التي شاركت بها في هذا المعرض هو معرض ملتقى تازة الدولي للثقافة والتنمية. نعم. لوحات الطفولة. نعم. أرى هنا لوحتان. الطفولة البائسة أو الطفولة المختصرة. صحيح. نظرات بائسة. فعلا يبدو من هذه اللوحة فعلا أن الملامح معبرة عن التعاسة والبؤس و... نعم. فعلا. معبرة عن الطفولة تماما، الطفولة المختصرة، الطفولة البائسة. بائسة، وكأن في من خلال العمل الفني الذي برعت فيه هنا في هذه اللوحة يبدو للأول وهلة، وكأننا أمام وجه ملوث، وجه جميل جميل جدا، ولكنه يختفي خلف ستار من الملوثات. تماما. صحيح. تماما. ويختلف التقنية في العمل، تختلف ما فعلا لاحظت هذا. انا ايضا اشتغل في هذا المجال، وطبعا نعم تقنية العمل تختلف. فالتعبير هنا كان بطريقة اخرى، لوحة بالريشة. نعم. وهذه ليست بالريشة. نعم. لوحة بال بالعربية سباتيل. سباتيل. نعم. الأستاذ مصطفى زوين، أنت زوين، روحتك زوينة. شكرا. منذ متى بدأت الاشتغال بهذا الفن؟ أي منذ متى برزت عندك هذه الموهبة؟ لأنه ليس من الممكن أن يصبح كل واحد فنانا. تماما. هذه موهبة من الله. تفضل. موهبة من عبد الله، لكن برزت هذه الموهبة بالنسبة لي مؤخرا. صحيح. صحيح. منذ أن كبرت. جميل. بدأت الموهبة سنة 2003 تقريبا. يعني كانت موجودة ولكنها كانت كاملة. تذكر الآن لما تتيح الفرصة. نعم. تنفجر الموهبة طبعا. نعم صحيح. ذكرتني الآن بقصة كنت قرأتها منذ عهد بعيد لفنان تشكيلي أمريكي. تمام. ولم يكتشف أنه كذلك، أي أنه فنان تشكيلي أمريكي، إلا بعد أن تقاعد عن العمل. فلم يجد ما يشتغل به، فأخذ الريشة وبدأ يرسم، فاكتشف أنه رسام بارع واكتسب شهرة عظيمة. صحيح. كنت فنانا ولكن أنظر إلى الفن، كان يعجبني، ولكن لم تتح الفرصة كي أتناول الريشة لكي. شكرا. فتحت الفرصة الحمد لله. يعني نعم شكرا. لا يبدو أنك فعلا، لا فعلا أنت متقدم حتى من حيث التقنية، من حيث اختيار الموضوع والتحكم فيه. زي شيء جميل هذا. نقرب الصورة أكثر لكي تظهر جماليتها، جمال التعبير فيها من خلال التقنية التي استعملها.
الفنان التشكيلي مصطفى زويل في هذه اللوحة. وهنا أيضا عندما نقترب كثيرا من اللوحة وهي بتقنية أخرى فالرسم فعلا يبدو أن الفنان مصطفى زويل زويل فعلا ومتمكن من أدواته. نتمنى له التوفيق ونرى له معارض أكبر. شكرا مصطفى. إذا كان لك من كلمة أخيرة تقولها نختم بهذا اللقاء وشكرا لك. أشكركم جزيلا وأشكركم على هذا الاهتمام وأشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وأشكر الجميع. شكرا شكرا مصطفى زوين. كنتم مع الفنان التشكيلي الشاب مصطفى زوين من تازة ومن كازا ومن مواليد الدار البيضاء ولكنه هنا مقيم الآن في تازة. بارك الله عليه. نتمنى له التوفيق وإلى لقاءات أخرى في حوارات أطول. السلام عليكم أصدقاء مغرب المستقبل. مرحبا بكم في حوارات قصيرة على هامش ملتقى تازة الدول الثاني للتنمية المحلية. طبعا هذا الحوار الآن مع رئيس الشبكة شبكة تازة التنموية وهي التي تنظم هذا الملتقى الثاني وقد بدأ منذ البداية ناجحا موفقا. نتمنى منه أن يقول لنا كلمة عن معاناته وعن نجاحاته حول الملتقى هذا الحالي والملتقى السابق الذي كان إيدانا لميلاد هذا الذي وافقه واكبه عرس بالأمس سمعنا إليه وميلاد ولد ذكر لأحد المشاركين في هذا الملتقى من المبشرات الرائعة. تفضل سيدي الكبير حراق. طبعا يعرف بسرعة بنفسه ثم يقول لنا انطباعه أو مسائره. الكبير الحراق ابن هذه المدينة الجميلة الغالية. في البداية أشكر سيدي جبلو داكداك المربي والصحفي والشاعر والموسوعة يعني التازية. ملتقى تازة الدولي للتنمية المحلية في نسخته الثانية من طبيعة الحال لا يمكن أن لا أقول أني سعيد. سعيد جدا يعني منتهى السعادة يعني على كل العناء وكل المشقة كلها راحت بمجرد أننا يعني شاهدنا الوجوه الجميلة والوجوه يعني الوجوه الخير التي تشاركنا في هذا الملتقى. بمجرد أن رأينا هذه الوجوه والابتسامات زالت كل يعني زال كل تعب وزال كل عناء. ما يفرحنا في هذا يعني اليوم الثاني من ملتقى تازة الدولي للتنمية المحلية ودورته الثانية دورة سيدي عبد النجيل رحمه الله ما يفرحنا هو يعني جودة المداخلات وجودة النقاشات داخل الجلسات. الإخوة يعني الدكاترة والمهندسون يعني من هذا البلد الحبيب إضافة إلى الإخوة العرب والإخوة يعني الأجانب الأوروبيون قد يعني شاركونا بكفاءة جيدة بكفاءة يعني عالية في تنشيط الورشات وتنشيط هذه الجلسات. ما أتوقعه سي جلول داكداك ما أتوقعه من هذه يعني الدورة هو الخروج بتوصيات واقتراحات عملية من أجل بطبيعة الحال برامج من أجل القيام ببرامج تخدم البيئة والبيئة في يعني موضوعها العام. أظن أن البداية كانت مبشرة وقد لاحظتم معنا الجلسة الحميمية بأمس وكيف أن خلال هذه الجلسة يعني التي كانت مخصصة فقط للتعارف ما بين الإخوة الكرام قد خرجنا بثلاث توصيات عملية مسبقا وهذا يبشر بالخير إن شاء الله. أستاذ وأستاذ والرائد أنا أفضل أن أسميك رائدا رائعا في العمل الجمعوي في هذه الفترة الممتازة المتميزة في المغرب وفي العالم العربي عموما وحتى على صعيد العالم والعالم الآن العالم الغربي بشقيه محتاج إلى دورنا نحن المسلمين بالاتجاه الإيجابي. نحن نسعى دائما كما تسعى شبكة تازة التنموية إلى الانتقال من أو إلى ربط ما أسميه بالمواطنة المحلية والمواطنة القطرية بالمواطنة الكونية. نحن الآن نسعى ويجب أن يسعى الجميع إلى أن يكون مواطنا كونيا
أي أن يحمل كل هموم الدنيا على كتفيه وكأنه هو ذلك الإنسان الموجود في كل مكان. صحيح. ولهذا أنا سعدت كثيرا بهذا التوجه الذي فتح له الأبواب على مصارعها أخونا الفاضل حبيبي وأستاذي سيدي الشاب السيد كبير الحراق الذي قلت له مرة أنك أنت أتى بك الله لكي نحرق معك المراحل ونصل إلى النجاحات الباهرة. طبعا مزيدا من التوفيق وإلى لقاء في حوار مطول. شكرا لك على قبولك لهذه الدعوة. أصدقاء موقعنا مغرب المستقبل، مرحبا بكم في حوارات قصيرة على هامش ملتقى تاس الدول الثاني للتنمية المحلية. نلتقي في هذا الحوار بالأستاذة الفاضلة الأستاذة ملكة شميطح، أستاذة نبيها، أستاذة فائلة جمعاوية قديمة في هذا العمل ومتجددة النشاط باستمرار. ويسعدني أنا شخصيا أن أجد امرأة في هذا الملتقى هي التي تقود سفينة هذا الملتقى وهي مديرة الملتقى، طبعا وهي طبعا عضوة في المكتب التنفيذي لشبكة تاسة التنموية التي تنظم هذا الملتقى الثاني. فلتتفضل مشكورة على قبولها لهذه الدعوة ولتحدثنا عن مشاعرها طبعا فيما يخص المعاناة وهي كثيرة وفيما يخص النجاحات التي تتوج هذه المعاناة بالنسبة لهذا العمل الجليل. فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثتم عن المعاناة، المعاناة في الحقيقة تدور أمام النتائج التي تحققها شبكة تاز التنموية منذ السنة الماضية في الدورة الأولى للملتقى الدولي للتنمية المحلية، والذي كانت السنة الماضية تحت شعار السياحة، وهذه السنة الشعار الذي اتخذته هو البيئة من الكونية إلى المحلية. اتخذنا هذا الشعار لأن إيمان منا بأن موضوع البيئة هو أصبح موضوع الساعة، موضوع حساس، موضوع دقت فيها عدة نواقص الخطر على انقراض الإنسان والحيوان وجميع عناصر البيئة. وإيمان منا بأن هذا الموضوع لا يمكن أن يحل إلا انطلاقا من السياسات المحلية التي تأخذ بعين الاعتبار وتضع حلولا لهذه المعضلة، وتضع حلولا وسياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الأجيال الحالية وحاجية الأجيال القادمة في إطار خلق ما يسمى بالتنمية المستدامة. الدورة الثانية للملتقى الدولي للتنمية المحلية هذه السنة يدور حول مجموعة من المواضيع، أهمها هو ما يتعلق بطرح أولا المشاكل التي تواجهها البيئة في مجال النفايات الصلبة والسائلة، ومحاولة إيجاد حلول من خلال مجموعة من النقاشات كذلك، وطرح كذلك الطاقات المتجددة من ريحية وشمسية، خاصة أن مدينة تازة وإقليم تازة مقبل على مشروع مهم للطاقة الريحية والذي سوف يخفف من العجز الطاقي الذي تعاني منه المنطقة أو الجهة والمغرب عامة. ومن خلال النقاشات والتفاعلات في هذا الموضوع أكيد سوف نخرج بتوصيات ونتائج جد مهمة، أما تحسيس أولا بهذا الموضوع ومحاولة لفت الانتباه لأخذ مبادرات فعالة وعملية لمواجهة هذه المشكلة من المنطقة المحلية إلى الكونية. بالنسبة للملتقى وفي 4 أيام في ورشات، فيه محاضرات، فيه كذلك أمسيات للشعر، فيها خرجات للطبيعة، وفيها كذلك لوحات فولكلورية. أعتقد أنه جد متنوع ونتمنى أن ننجح في تنظيم هذا الدورة التي بدأت بوادر نجاح تظهر منذ أمس في الافتتاح. أستاذة ملكة فعلا مديرة هذا الملتقى، في الحقيقة النجاح حليفك وحليفنا جميعا، حليف شبكة تازة التنموية منذ أول يوم من ميلادها، وطبعا ما كان لله دام واتصل. والعمل الذي تقومون به في الشبكة هو عمل ليس فقط
في حدوده المحلية أو حدوده الوطنية القطرية، وإنما هو يتجاوز ذلك إلى الكونية. وأعجبني أنكم اخترتم هذا الشعار البيئة من الكونية إلى المحلية، لأننا لكي نضمن سلامة البيئة المحلية لا بد من أن نحمل هم البيئة الكونية كونيا. فهناك كثير من الأمور التي تصلنا من خارج وطننا، من خارج المدينة التي نقيم بها. شكرا لك سيدتي الفاضلة، والملتقى ناجح بكل المقاييس. وصرني أن الذين شاركوا فيه دوليا عدد من الفلسطينيين، ومعظمهم شباب وعلماء مفكرون جمعويون كذلك ونساء كذلك. وصرني فعلا في كل الملتقيات التي الآن أحضرها، وخاصة الملتقيات التي يكون لها علاقة بالعمل الجمعوي، نجد المرأة المغربية في المقدمة، قد يفوق عدد النساء المشتغلات في هذا المجال عدد الرجال. بارك الله فيك وفي أهلك وفي عملك، وإلى لقاء في حوارات مطولة إن شاء الله مع نجاحات أخرى. نعم نعم، إلى اللقاء. مرحبا بكم في حوارات قصيرة على هامش ملتقى تازة الدولي الثاني للتنمية المحلية. نلتقي بالأستاذة سميرة الشعيبي، وهي سكرتيرة هذا الملتقى ولها انشغالات أخرى، فلتتفضل لتعرف بنفسها وتقول لنا مشاعرها حول هذا الملتقى، وإذا شاءت عن الملتقى الأول الذي شاركت فيه. وأيضا تفضلي. ثاني ملتقى، الاسم سميرة الشعيبي، كتيبة العامة الشبكة تازة التنموية، كندير كذلك رئيسة جمعية منتدى النسائي للتنمية الشبعية. كنخدم في هذا المعرض هذا اللي هو بدعم من ومضة ومرايا، هو امتداد ومضة هي امتداد المرايا واللي كتشجع يعني المبدعين التسجيل كتشجعهم. وعندنا كذلك كاين في اطار ومضة كاين سلسله ديال الكتب غادي تكون ان شاء الله مستقبلا، ونتمنوا انها يعني تكون ممتازه طبعا، لاننا حنايا مصرين ان تازه، بما ان ماشي كنقولوا ما فيهاش تازه، فيها ومازال فيها الكثير، ونتمنوا تكون ومضه تكون عندها السبق ابداعات اخرى. ما نقولوش السبق، ولكن كاين ابداعات اخرى، ولكن السبق ليها هي كمنشورات اللي هي جديده كلها السبق. وانا فرحانه بزاف لانه دار هذا المعرض في اطار الشبكه. نتمنوا ان شاء الله مستقبلا بالنسبه للضيوف ديالنا، ولا بالنسبه سواء خارج المغرب او داخل المغرب، ياخذوا علينا نظره جيده بالنسبه للملتقى، كذلك بالنسبه للكتب، بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للمستوى ديالنا ككل. في الحقيقة أستاذة سميرة، دخولك من هذه الباب يعني مشاركتك بهذا المعرض يؤكد أنك في مستوى المهمة التي كلفت بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذا وعي كبير منك ومن شبكة تازة التنموية، لأن حضور الكتاب في هذا الموضوع بالذات في البيئة. ونحن في نادي صابون تازة كما تعلمين، جمعية نادي صابون تازة تشتغل على تنمية وترشيد العقليات البشرية، والكتاب يأتي في قمة الكتاب. طبعا عندما نقول الكتاب نقول المعرفة العلم إلى آخره. أتمنى لك كامل التوفيق، وسنلقاك مرة أخرى في حوار مطول، وشكرا لك على قبولك لهذه الدعوة في هذا الحوار القصير. إلى اللقاء. المستقبل دائما في حوارات قصيرة على هامش الملتقى ملتقى تازة الدولي الثاني للتنمية المحلية. نلتقي المدير الفني لهذا الملتقى الأستاذ الفنان الجميل الشاب سي الزبادي، يعرف أولا باختصار وبسرعة بنفسه، ثم يقول لنا عن يعني شيئا عن ما قام به في من أعمال في هذا الملتقى. تفضل. أهلا سي جلول، الشاعر الإسلام العالمي الإسلامي. أنا كنفتخر بأنني أنا الآن في إطار الفعاليات الملتقى الدولي للشبكة التنموية تازة. أول شيء كنشكرك بزاف على هذه الالتفاتة. ثاني، بالنسبة لأول مرة كنشوف واحد الفكرة جديدة، فكرة جميلة رائعة، وهو تزاوج الفن بالموضوع، موضوع البيئة.
وهي رؤية فلسفية رائعة، رؤية جمالية. إن الله جميل ويحب الجمال، الكون كله جميل، الفن جميل، الشعر جميل، البيئة جميلة، الفنانون التشكيليون والشعراء والفاعلون الجمعويون كلهم يصبون في إطار الجمال، في إطار رؤية فنية رائعة جمالية. وهذا الالتفاتة أو هذا المعرض بالأحرى هو في الحقيقة معرض معرض أنت أشرفت على تنظيمه. على أنا قمت بدعوة مجموعة فنانين تشكيلي من المغرب، سواء من مجموعة فنانين سواء من مدينة طنجة، من مدينة مكناس، من مدينة حسيمة، ومن مدينة تازة. وكانت دورة باسم المرحوم الفنان التشكيلي الكبير التازي عبد المجيد التوزاني رحمه الله. كنتمنى له الرحمة والمغفرة. وهاد الدورة هذه تخلت أشكال مختلفة ديال الأنواع ديال الفن. هناك مدارس تعبيرية، مدارس تشكيلية تشخيصية، مجموعة ديال أشكال التعبير الفني التشكيلي. وذلك فهو إضافة جديدة للملتقى وإضافة جديدة للمدينة. شكرا لك. إذا سنأخذ بعض الصور للمعرض غدا إن شاء الله في غرفة التجارة والصناعة. وشكرا لك على قبولك لدعوة مغرب مستقبل لهذا الحوار القصير. إلى أن نلقاك في حوارات طويلة تليق بمقامك كفنان شاب رائع من تازة، نتمنى له أن يكون له إشعاع عبر الوطن وعبر العالم إن شاء الله. للشرف. السلام عليكم. الله يبارك فيك. شكرا.